وصل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية اليوم إلى دولة الكويت الشقيقة في زيارة رسمية بدعوة من أخيه معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت. وسيلتقي معالي وزير الخارجية خلال الزيارة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد وسمو الشيخ جابر بن مبارك بن حمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. كما سيشارك معالي في اجتماع الدورة 9 للجنة العليا للمشتركة للتعاون بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة. وتأتي زيارة معالي وزير الخارجية في إطار التواصل المستمر بين مملكة البحرين ودولة الكويت والتشاور بين البلدين الشقيقين لتعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى التباحث حول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.